معايير للاختيار؟ والله يا معايير الاختيار في اي يعني حد مشارك، احنا بس بنطمئن من خلال اجهزه الامن على سلامه موقفه السياسي وعدم يعني انخراطه في اي تيار هدام او سيء. فاحنا الحقيقه بنفلتر هذا الكلام من خلال اجهزه الامن، واحنا كان علينا عايزين الناس كلها تحضر، بس اللي بيحضر هنا زي اللي بيحضر هناك، اللي بيحضر هنا مصري سعيد بمصريته، واللي بيحضر هناك بيشوف الحدث على الطبيعه، لكن في النهايه احنا كلنا مصريين سعداء وفخورين باللي بيحصل في اي مكان انا فاتحه، في اي مكان انا سعيد باللي بيحصل. تم تحديد عدد من الشخصيات اللي هيشاركوا موجودين على رؤوس الوفود اللي هتشارك باسم محافظة المنصورة؟ والله حتى هذه اللحظة بعض التنظيمات البسيطة، مين اللي هيحضر ومين اللي لسه، انت الحقيقة بننظمها، لسه يبقى على